كما دشن الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك حملة إلكترونية لدعم إضراب 30 أغسطس الذي دعت إليه عدد من الحركات الشبابية، مؤكدين أن الحملة موجهة للمهنيين الذين يعانون من تدني الأجور وغلاء الأسعار وتنامي الأزمات في كافة القطاعات الخدمية. وأطلقت حراك هاشتاج للحملة يحمل اسم ادعم الإضراب الجزئي 30 أغسطس، مطالبة شباب الثورة أن يدعموا الإضراب عبر المشاركة فيه. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عمر مجدي، عضو الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك. دكتور عمر، ما هو الهدف من هذه الحملة؟ أولا إحنا في حملة حراك ده ندعم الإضراب الجزئي الشامل في قطاعات مصر المختلفة وخاصة الحكومية، منها بداية من يوم 30 أغسطس القادم، نتيجة لانسداد الأفق السياسي وعدم الاستماع لمطالب الشعب، زيادة عليه ارتفاع الأسعار بشكل جنوني والبطش كل المطالبين بأقل وأدنى الحقوق الإنسانية في سابقة في تاريخ مصر لم تحدث من قبل، أن يتم التنكيل بكل المطالبين بحقوقهم الإنسانية والحقوق المهنية، أن يتم معاملة الأفراد والمواطنين سواء كانوا مهنيين أو غير مهنيين على أنهم مجرد حجارة من قاف الشارع أو أرقام في الدولة. يعني أنا لا أعلم كيف تتعامل الحكومة القائمة على الدولة، كيف تريد نهضة مصر، وكيف تريد التقدم بمصر، وكيف تريد تطوير مصر في ظل هذا التعامل المشين والسيء جدا. المطلوب من نحن هنا نخاطب الشعب المصري بدعم الإضراب والمشاركة الفعالة في الإضراب الجزئي. سيتم إبراز في الفترة القادمة الآليات المتخذة لإنجاح هذا الإضراب، لكن نتمنى من القائمين على الدولة احترام الشعب المصري واحترام رأيه واحترام. طيب، لكن دكتور عمر، يعني كيف أو ما هو الحجم المتوقع للاستجابة للمشاركة في هذا الإضراب؟ يعني ما هو نسبة التوقع لحجم الاستجابة لهذا الإضراب؟ كان لنا المشاركين في حراك من مختلف الحركات المهنية، منها المجال الطبي والهندسي والعمال وغيرهم، كان لنا سابق إضرابات فئوية خاصة بكل قطاع، شهدنا منها إضراب للأطباء كان في 8 مارس الماضي لو تتذكر حضرتك، كان تخطى 80%، كذلك إضراب العمال في الأول من مايو بصورة كبيرة، وجدنا الوقفات الاحتجاجية في بعض الحركات العمالية. أتوقع أن الشعب المصري زاد عليه الحمل، أتوقع أن الإضراب المرات دي إن شاء الله هيفوق 85% إن شاء الله. نتمنى أن القائمين لا يضطروا هذا الشعب لكسر مؤسسات الدولة مرة أخرى كما فعل في ثورة 25 يناير. طيب، نتمنى الحفاظ على هذا الوطن، ولكن إن لم تحترموا هذا الشعب سيجبركم على احترامه. طيب دكتور عمر، هل هناك فئات أو قطاعات سيتم استثنائها من المشاركة في هذا الإضراب؟ تعلم بأن هناك قطاعات إنسانيا لا يجوز أن يتم فيها الإضراب، فهل هناك استثناءات في هذا الإضراب أم أنه شامل؟ كما أشرت لحضرتك، الإضراب في أساسه هو لجلب حقوق المواطنين، بنحاول قدر الإمكان عدم المساس بحقوق المواطن المصري أو أبسط احتياجاته زي اللي هي حالات الإعاشة الإنسانية والحالات الحرجة، وكذلك خاصة إذا كنت تتحدث عن القطاع الطبي. نعم. أما كذلك يعني ندرس الآليات لوضعه، سيتم طرحها بصورة مفصلة على الصفحة خلال الأيام القادمة قبل البدء بالإضراب. لكن معذرة يا سيدي، الشعب المصري يموت بالتصوير البطيء. الأسعار ضربت في 2 و3، البنزين غلي، المواصلات زادت، الكهرباء بتقطع، الأجهزة اللي شغالين بيها، حضرتك عندك علم إن حضانة الأطفال اللي في مستشفى أسوان الجامعي في العيد اللي فات تم غلقها بالكامل نتيجة لأن الكهرباء مقطوعة بالكامل عن مستشفى الجامعي الأسوان، والمولد الكهرباء اتحرق، وحالات لا يسمح لها الطب بالخروج من الحضانة تم إخراجها. لا نعلم مصير هذه الأسر، لكن بنرى ان في جمود وتحجر قلب من القائمين على الدوله. نعم. تجاه المواطن المصري كانه حجر، كانه مجرد يعني اله، كانه مجرد حجر ملقى في الشارع، ولا يوجد احترام لاي صوره انسانيه في هذا الوضع. اشكرك شكرا جزيلا المهندس عمر مجدي، عضو الائتلاف الثوري للحركات المهنيه حراك، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.